بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم أنتقل لاتصالاتكم. هل إطالة الأظافر حرام؟ لا، هي مكروهة، لأن الأظافر تحمل تحتها الأوساخ، فالأفضل إزالتها، يعني هي من النظافة، هذا الشيء من النظافة، لكن ليس بحرام، هو مكروه. في تاجر جاء معي واشتريت سلعة فدفع هو الحساب كاش ثم دفعت له المال بالتقسيط مع الفائدة، هل يجوز ذلك؟ المسألة بدها توضيح. يعني انت رحت بدك تشتري سيارة فرضا، هو راح اشتراها كاش وبعدين هو باعك ياها بالتقسيط، هذا ما عاد اسمه فائدة، هذا بيع بالتقسيط جائز ولو زاد المبلغ. اذا كانت القضية على هذه الشاكلة، هو اشترى كاش وباعك بالتقسيط، هذا جائز وليس بحرام ولا يسمى فائدة. امرأة تأخذ حبوب منع الحمل بغير علم زوجها لأنها لا تريد الإنجاب لضيق المعيشة، وزوجها يريد الإنجاب، فهل عليها إثم؟ طبعا عليها إثم. قضية أنه تنظيم النسل يجوز باتفاق الزوجين. يعني لو سألنا الآن هل يجوز عملية تنظيم النسل؟ أنه واحدة بتتحدد بين الحمل الأول والحمل الثاني سنين معينة مثلا، تريح جسمها، بيربى الولد الأول بما يجي الولد الثاني، فبهالفترة هي ما بدها تحمل، هل يجوز لها ذلك؟ يجوز، لكن بالاتفاق بين الزوجين. بدها تأخر مدة طويلة بالاتفاق بين الزوجين، أما إذا كان الزوج يريد فتأثم إذا فعل ذلك دون علمه. يا شيخ، لو تزوجت المرأة مرتين، هل تكون من نصيب زوجها الأول في الجنة أم الثاني؟ يعني إذا وصلت على الجنة وبدها تختار الأول والثاني، الخيار إلها، هي بتنقي اللي بدها إياه، وشغلة بسيطة إن شاء الله. هل يجوز ذبح عجل صغير عمره 60 أو 70 يوم عقيقة ولد؟ بدنا نعرف كم كيلو، يعني بهمنا نعرف كم كيلو حتى نقدر نحدد الجواب. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل. المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو أهلا وسهلا. مرحبا شيخ. يا ميت أهلا وسهلا. هلا أخي، فطر برمضان 4 أيام، عمره 8 سنين، بيطلع عليه؟ هلا هو عمره 8 سنين، الله يسلمه ويحميه ويفتح عليه، فطر هو دون سن البلوغ، لا ما بيطلع عليه شيء، إن شاء الله الله بيسلمه وبيفتح عليه وبيفتح على الجميع إن شاء الله. في سؤال تاني؟ شو اسمه؟ أنا بأخذ دواء، والدكتور قال لي إنه ما بصير تصومي. قديش عمرك؟ 15 سنة، بيطلع علي كفارة؟ هلا اذا ما فيك تصومي ووصلتي لسن البلوغ، اي طبعا، يعني اذا العذر دائم ولا بس هلا ما فيك تصومي؟ لا عمري 17 سنة. معناتها هلا بتفطري وهدول بس تصيري بال17 وتصيري تصومي، بتقضيهم بس قضاء فقط بدون كفارة. ناخذ اتصال. الو، كيفك شيخ؟ يا ميت أهلا وسهلا. كيفك شيخنا؟ الحمد لله، يا مرحبا. شيخنا أنا صارت مشكلة بيني وبين والدي. نعم. فحلفت مرتين بالحرام ومرة بالطلاق إنه ما عاد أخذ من عنده شيء من البيت، لا عندي لبيتي. بدي شو الألفاظ اللي قلتها بالضبط؟ الفاظ اللي قلتها علي الحرام، علي الحرام وما عاد اخذ من عندك شيء. تمام، وانت شو قصدك بكلمه علي الحرام؟ قصدك الطلاق؟ لا، قصدي انه الحرمه يمين، يعني هذول كفاره كفرتين يمين، يعني لا يعتبروا طلاق طالما ما قصدك الطلاق.
علي الحرام، علي طيب. الحرام هدول التنتين كفارتين طيب. يمين يعني اطعام 20 مسكين. هلا الثالث شو قلت؟ قلت علي الطلاق ما عاد اخذ من عندك شيء. هلا هاد يعني في طلقات قبل؟ ايه في طلقه واحده. هلا هاد عند الجمهور بيقع، وعلى قول ضعيف هو كفارة يمين كمان بالطعم 10 مساكين، بصير عليك 3 كفارات يمين يعني 30 مسكين. إذا فديته بكفارة يمين ما بيقع؟ إن شاء الله ما بيقع، هو على قول ضعيف يعني مو على قول الجمهور. ناخد اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، أهلا وسهلا. الله يخليك. الله أنا يكفيك. والدي توفى من 3 من يوم 2. الله يرحمه يا رب. بقى الله يوفقك، بدي دعاء لك الله يخلي لي إياك يا أستاذ. على روح محمد وليد. الله اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الساعة التي هي ساعة الجمعة أن تنزل شآبيب رحمتك على فقيدنا، على فقيدنا. اللهم ارحم أمواتنا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا، واجعل ذلك في صحيفة من سبقنا إلى رحمة الله بأسرار الفاتحة. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. سلام. الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أخي في سؤالين لك. تفضل. السؤال الأول، التعويض حرام ما حلال؟ شو هو؟ السؤال الثاني، التعويض، التعويض. التعويض من شو؟ يعني فصل لي السؤال شوي. يعني التعويض إذا واحد عم يشتغل عند الثاني وبطل صلوا مدلي، وهو داخل ب هي تبع المسجل بالشؤون بالعمل بالكذا؟ لا لا مو مسجل. هلا إذا في تسجيل في قانون يعني للعمال إنه بيكونوا مسجلين بالتأمينات وكذا وبيطلع لهم من هذا ما في أي إشكال. يعني إذا كان مسجل ما في إشكال، إذا عم يشتغل بدون تأمين لا ما بيطلع له، هو إجرته متفق عليها، أنا وياك بتشتغل عندي باليوم كذا، بالجمعة كذا، بالشهر كذا، تفضل مع السلامة. أما إذا كان مسجل بالتأمين فبيحق له، لأنه هذا حقه يقتطع من معاشه، يعني كلمة تأمين بيقتطعه من معاشه شيء وبيعوضوه بالآخير. السؤال الثاني. السؤال الثاني، بجوز واحد يعطي كنته أولاد ابنه من الزكاة؟ أولاد ابنه ما بيجوز، كنته بيجوز يعطيها. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخي؟ الله يبارك فيك يا رب. يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا فيك شيخي. في شاب مسلم غلط مع بنت مسيحية، هي متزوجة من مسيحي. طيب. بس هاجرها من 7 سنين. طيب. حبلت منه للشاب المسلم، قالوا له انه اذا تجوزتها واسلمت وتجوزتها بيبطل زواجها. فهل الولد اذا اجى بيكون ابن حرام ولا ابن حلال اذا تزوجها؟ هلا الحمل تم ولا ما تم؟ لا تم. تم واجى الولد؟ لا ما اجى. يعني هلا ابوه ما ناكره عم يقول مو ابني هاد؟ هلا الشاب المسلم هو، لا خليني عم بحكي عن ابوه، عن ابوه اللي هي الام تزوجة الاب، الولد الاب عم ينكر الابن. هي مو متزوجته لهذا المسلم، حامل منه. والله فهمت عليك، هي متزوجة من شخص ثاني، هذا الشخص الثاني ما شاف زوجته، ما شاف زوجته، اي ما شايف زوجته حبلي هلا؟ لا لا ما لها موجودة معه. طيب هلا اللي هو هذا الحل، هي غلطه، هذا الولد ابن زنا يعني. هلا اذا كان رضي يتزوجها هذا بعد ما تنفصل من زوجها، بيكون حل جيد انه يتم ستر على هالبنت ويصلح غلطته وينسب الولد له، هو حل جيد، بس بدها تنفصل عن زوجها الاول. ناخذ اتصال. الو. يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا.
دكتور بدي أسألك، هلا كانوا الكبارية بالعمر يحلفوا يمين بالصوم، يقولوا بالصيام يعني؟ شو أصدق اليمين هذا يعني؟ يعني لا بالصوت بالصوت ما فهمت، ممكن توضح أكثر؟ يعني يحلف يمين إنه والله بصوت، إنه بالصوت ما عندي هالشهادة يعني، بالصوت ما معي مصاري، بالصوت ما رحت بالصوت بالصوت هيك كلمة بالصوت. إيه إيه يحلفوا هيك بالصوت. طيب هاي نعم، هلا هاي الأيمان مكروهة. مكروهة تحريما، من كان حالفا فليحلف بالله، هي بحظي وبعرضي وبأختي وبأبي وبرحمة أبي وبرحمة أمي وبولادي، كل هاي الأيمان هاي ما غير واردة شرعا، والنبي بيّن ووضح من كان حالفا فليحلف بالله، لا يجوز أن يحلف بغير الله، لأنه الحلف هو تعظيم، يعني اللي عم يحلف بشيء عم يعظمه، فالتعظيم عندنا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فمن فعل غير ذلك فقد ارتكب مكروها. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم، مع اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف عافية، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. على راسك. خليك، بس أنا بدي أسلم راسك يا رب، بس بدي أسألك إنه أنا من كم يوم توفت والدتي، وجاء على بالي إني شوفها بالمنام، في شي دعاء أقرأه مشان شوفها؟ وسؤال تاني إذا بتريد. نعم. إنه بس تدعي لها الله يخلي لنا إياك يا رب، هي اسمها مو أسامة. بالنسبة لرؤية الميت في المنام، بكثرة الدعاء له والقراءة القرآن الأعمال الصالحة له، إن شاء الله ببركة هذه الأدعية والصدقات الجارية التي تكون للميت بعد موته تكون سبب رؤيته إن شاء الله تعالى. ونحن منقول اللهم إنا نسألك أن تتغمد الفقيدة بالرحمة، وأن ترحم من سبقنا إلى رحمة الله، وأن تعافي كل مبتلى فينا، وأن تشفي كل مريض فينا، وأن ترحم من سبقنا إلى رحمتك، وأن تجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بدي أسألك، السنة الماضية رمضان الماضي حسبت قد بيطلع علي زكاة من ذهب الموجود معي. نعم. 2.5%. نعم. طيب، وصرت أدفع بقى هي الزكاة على مدار السنة. ممتاز. تمام. هلأ أنا مثلا لسه ما خلصت المبلغ اللي أنا كنت حاسبته. نعم. هلا بدي ارجع احسب الزكاة مرة تانية على سعر الذهب الموجود هلا؟ ايه طبعا، يعني هلا ذهب مثلا قديش، كم جرام معك؟ معك 85 جرام فصاعدا؟ ايه. قديش حقهم هلا بالسوق؟ مثلا قديش قيمتهم بالسوري؟ 2.5%، كمان على طول السنة يعني. طيب انا كنت حاسبتهم السنة الماضية. هلا تبعات السنة الماضية مشيوا. تبع السنة الماضية مش لسه وسيئة. ما خلصت، بس أنا لسه ما خلصتون. معلش يكمليون تبعات السنة الماضية على حسابك القديم، وهلأ بتفتح حساب جديد، نصاب جديد، حساب تمام. جديد. شكرا. ناخد اتصال. ألو 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك سؤال. أنا بنتي تزوجت وكتبنا كتابة، بس لأنه كتبنا عليه مهر هو مو حابه، حلف عليها يمين ما تفوت بيتنا ولا تقرب علينا، يجوز تطيعه ولا اليمين بالله ولا طلاق؟ حلف عليها يمين قال عليه طالما بتروحي لعنده يفدي الطلقة تبعه ويروح وتجي لعنكم. أكيد يعني حدا بيقطع بنت عن أمها ولا بنت عن أهلها
يعني غصن من شجرة حدا بيقطعه بيبس بعدين، ما بيجوز هذا الكلام، كلام جاهلية ما بيصير. هي بنت ناس وإلى أهل، وهو إله أهل كمان، هو ما بصير ينقطع عن أهله وهي ما بصير تنقطع عن أهلها. صارت زعلة، صارت قصة، بصير صلحة، حلف يمين طلاق ما في غيره، يفدى هذا اليمين وتذهب البنت إلى أهلها وبيلتئم الشمل والله يصلحه ويصلح الحال ويهدي على هالألفاظ. ناخذ اتصال. ألو، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. زين شيخ، ما كيفك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، الله يسلمكم. بدي أسألك سؤال شيخ، أنا خطبت بنتي من فترة وكتبنا كتاب شيخ. نعم. بحكي على التليفون بيكفر بوشها مرتين ثلاثة، زعل هيك شوي صار يكفر بالرب. يعني هذا بيجوز نكمل معه يعني لشو نساوي ما نعرفان؟ لا، إذا هيك سب الرب بينفسخ العقد، بينفسخ العقد، بده تجديد عقد. لا كان هلا تجديد عقد ويعني نعطيه لواحد بيكفر. هلا إذا انصلح حاله وتاب واستغفر وما عاد رجع، معليش، المهم إنه يصطلح الحال. إحنا دائما أي إنسان بيغلط منحاول نصلحه، لأنه كلنا خطائين، كلنا ذاك المخطئ وكلنا ذاك التائب. اللي بيتصلح منصلحه، أما الخربان ما عاد فينا نصلحه، هذا ما منقول ما منعطي. ناخد اتصال. ألو، ألو، صباح الخير دكتور. صباح الأنوار، يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك، بس عندي سؤال بعد إذنك. ايه تفضلي. أنا عندي خروف مربيته عشان ضحي على حياة عيني لألي، وقياس رأيي بدي ضحي لبي يسوى. هلا أضحية ولا ندر هو؟ لا لا، أضحية أضحية. ايه بيصير تعملي عن والدك، ما في إشكال، لأنه الأضحية عند الشافعية سنة، بصير تعملي لوالدك. أيوة. أما إذا ندر أنت إيه؟ نادر إن تذبحي خروف، ما بصير، بدك تذبحي أنت. لا مو ندر، مو ندر، ضحية ضحية. نعم، ضحية للوالد بصير، تغيريها منك للوالد. إيه هيك بس. ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا عندي ولد عمره 10 سنين، هو لاعب كرة قدم موهوب، يعني أنا بتوقع له مستقبل إذا بينضم لنوادي أجنبية. الله يفتح عليه يا رب. أنا عملت فيديوهات وبعثتهم لنوادي أجنبية، والكل أبدأ رغبته باستقبال هالشاب. حتى في لي أصدقاء بألمانيا قالوا لي إذا بعثته على ألمانيا، هو عمره 10 سنين، قالوا لي إنه نحن مندير بالنا عليه وحرام يترك هيك موهبة. يعني أنا ما ببعث فيديو إلا فورا النادي بيلي يعني بيبدو قبولهم عن إنه يطلعونا عندهم، حتى أنا وكل العيلة ببلالين طلعونا. طيب، قال أنا الحمد لله وضع النادي هون منيح وأهلي موجودين، والدي والدتي موجودين، يعني إني سافر وأترك شغلي وأهلي مستحيل، صعب كثير. والولد والله بهيك موهبة يندفن بنوادينا، ما له مستقبل بنوب. يعني هذا الولد أنا بتوقع له يكون مثل ميسي مثل كريستيانو وهيك بظن. طيب، السؤال هلأ ما هو بالضبط؟ برأيك يعني فضيلة الشيخ ابعته لما حرام إذا بعته يعني والله 10 سنين، 10 سنين لسه ما تكونت شخصيته ولا تكونت ثقافته، وبدك تفصله يعني عن أسرته عن أمه عن يعني. هلأ هو الواحد بياخد من أسرته الحنان العطف، في تربية معينة، في شيء بيتكون بالأسرة، الأسرة هي مكون للفرد. فهلا انت بدك تاخده وتحطه هنيك، يعني كمان هو بس يكبر يمكن بجوز ما يلاقي هالعمل اللي عملته انت صح، انه وين تبع تركتني من انا وصغير، بعدتني عن امي عن اخواتي، حتى بجوز بس يكبر ما يشعر بالانتماء لكم، يعني انت شو قدمت له، مين انت، مين امه، مين هو، ربي بمنطقه معينه، يعني بكير. انا برايي بكير، انا مع الموهبه مع تنميتها، بالعكس دخوله بنوادي عالمية هذا شيء حلو، لكن بس يتجاوز مرحلة من العمر يكون تكونت فيها شخصيته وأخذ حظه من أسرته، من حنان أمه، من أبوه، من هالأسرة هي الدافئة التي حوله.
ناخذ اتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة شيخي. الله يبارك فيكم يا أهلا وسهلا. شيخ أنا بدي أسألك، بنتي كانت مخطوبة. نعم وظلت مخطوبة تقريبا شي سنة ونص. نعم وبعدين ما صار تفاهم وفكينا الخطبة. طيب شيخي البنت اتطلقت غيابيا، الطلاق جائز ولا لا؟ يعني هو طلقها غيابيا ما كانت قدامه، قال فلاني طالق مو هيك؟ هذا الطلاق هو ما شافها، هو بدولة وهي بدولة. تمام بس نلفظ، قال فلاني طالق. لا شيخي لا ما لفظ اليمين، والبنت اتطلقت بالمحكمة الشرعية. بالمحكمة هون؟ اي نعم. خلص القاضي الشرعي له ولاية التطليق، إذا اتطلقت فهي طلاق 100% وبحق لها هلأ تتزوج وما في أي مشكلة، لأنه القاضي له ولاية التطليق وله ولاية أن يفصل بين الزوجين، فحكمه نافذ وشرعا يؤخذ بحكمه ويعتبر طلاق، ولها أن تتزوج الآن بدون أي مشاكل. ناخذ اتصال. ألو الو 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 اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك يا اهلا وسهلا. بس بدي الله يوفقك، بس سكرت جاوبني على السؤال. ايه تفضلي. شيخي انا بصلي على الاعاده اني عامله عمليه. الله يعافيك يا رب. فلما نكون الله يسلمك، فما فيني يعني اني لا اسجد ولا اركع. طيب ولما انا بتوضى ما فيني ارفع رجلي اليمين، يعني ما فيني اني اتوضى منيح، بيجوز ولا لا؟ هلا انت الان مريضه وليس على المريض حرج، ما فيك تركعي وتسجدي، خلاص بتصلي ايماء براسك هيك، انت ما فيك ترفعي رجليك، يعني عم تكتي المي من فوق على رجليك هيك صح، بالبربيش بايدك بالابريق مو هيك عم يصير معك؟ تمام. شغلك 100% صحيح، وبالعكس اجرك اكبر وثوابك اكبر. هلا في ناس صحتهم محن وعافيتهم محن، بيحسنوا يرفعوا رجليهم وبيحسنوا يركعوا وبيحسنوا يسجدوا، لا عم يركعوا لا عم يسجدوا لا عم يتوضوا، انت مع كل هالامراض هي وعم تقومي معناتها اجرك مضاعف وثوابك كبير، وان شاء الله الله بيعافيكي بيرفع عنك الضر. ايها الساده المشاهدون المشاهدات نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا. ايها الساده المشاهدون المشاهدات عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين يا شيخ، الله يوفقك. انا هداك رمضان فطرت بيجي على 12 يوم منه، لاني معي سكر ومعي ضغط ونشفان ريق يعني، ولهلا ما دفعت شيء ولا عملت شيء، شو بدي اعمل؟ وهلا جاي رمضان يعني ما عم يطلع بايدي صوم، معي ضغط معي سكر. يعني الطبيب منعك من الصيام ولا فيك تصومي؟ نعم الطبيب ما الطبيب مانعك من الصيام ولا فيك تصومي؟ ايه مانعني. ايه خلص معناتها هلا انت بتتحولي بتدفعي الكفاره بقى، ما بقى تصومي، عن كل يوم بتدفعي اللي فاتوا والحاضرين بتدفعي. ما لي ايراد حتى ادفع كفاره. هلا اذا ما عندك ايراد كمان الله ما بياخذك، يعني بمعنى انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا قادره تصومي ولا معك تدفعي، خلاص معناتها انت وصلتي لمرحله العجز، والله سبحانه وتعالى لا يكلفك فوق طاقتك، لما بصير معك تدفعي، ما صار الله غفور رحيم ان شاء الله. ناخذ اتصال. الو الو
الخير يا شيخي. صباح الأنوار يا أهلا وسهلا. صباح الأنوار يا أهلا وسهلا. تم المعروف في عندي سؤالين. تفضل. تفضل. فينا نجمع أكثر من نية بالصدقة؟ إيه فيك. يعني نية شفاء، نية التوفيق، نية كذا، كله بيصير بينجمعوا. يعني التشريك في النية عند الشافعية جائز، عدة نوايا بصدقة واحدة جائز إن شاء الله. الأسبوع الماضي سألتك عن جمعيات موثوقة بشان مبلغ وما تتواصل أنا وياك تحت الهواء. هلأ طيب صناديق الجوامع والمساجد يوم الجمعة والجمعيات، يعني هي مصداقية الإنسان يحط فيهم صدقاته؟ هلا الجمعيات اللي عم تجي على الجوامع عم تجي بكتب رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، معناتها هي مرخصة وموثوقة، ففيك تحط فيها إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ كيف صحتك؟ يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا. مجبور خاطرك يا شيخنا، بدنا هيك تدعينا هيك الله يبعثنا ولد الصالح يا رب. ما عندك أولاد؟ والله ما عندنا. إن شاء الله ربي في هالساعات المباركة وبهالأيام المباركة، إحنا ما زلنا في شهر رجب، هو شهر محرم، أن يرزقكم أولادا صالحين طيبين، وأن يجعل ذلك لكل من لا ولد عنده. اللهم أكرم من لا ولد عنده بالولد، اللهم اجعل ذلك لهم في هذه الدنيا سرورا وسعادة وخيرا لهم يا رب العالمين. ناخذ اتصال. ألو. ألو. يعطيك العافية شيخي. أهلا وسهلا، الله يعافيك. السلام عليكم. الله يجزيك الخير. وعليكم السلام، الله يبارك فيكم. بدي أسألك شيخي، إذا واحد دين مصاري، واحد أعطاه 200,000 من شيء 4-5 سنوات، هل بيرجعنا 200,000 مثل ما هن ولا شو؟ لا، مصالحة. وما عنده قدرة كان يوفيه، هل أقول والله بدي أرجع لك إياه نفسهم بيصير؟ مصالحة نفسهم. لا يعني مصالحة، يتفقوا مع بعض اتفاق. اي نعم. ناخذ اتصال. الو. 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 يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا، بما اننا مقبلين على اشهر فضيله، فهل تعميم الدعاء انه الواحد يطلب من الاخرين يدعو معه بيكون اسرع للاستجابه ولا ما له تاثير؟ وهل اذا رافق الطلب او الدعوه من الدعاء مثلا بصدقه بعمل اخر ممكن يكون اسرع للاستجابه من رب العالمين؟ هلا ان يدعو بشكل جماعي مو مطلوب منه ذلك، اما ان يدعو وحده هذا شيء مطلوب شرعا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. اذا مامورين ان ندعو الله، كل واحد فينا يدعو الله. هلا في ناس ما بتعرف تدعي، بيحب يقعد مع الجماعه هيك دعاء حلو وكذا، ما في اي اشكال، ممتاز. بس انه لو حب يدعي لحاله ما بيتقبل، لا يتقبل. طيب الدعاء اذا شفعها صدقه هل هي ارجى للقبول؟ نعم نعم، اجعل مع الدعاء قطيرانا، يعني اجعل مع الدعاء الصدقه، هذه الصدقه تفتح ابواب التعسير. يعني الصدقه وحده الله بيفتح فيها أبواب التعسير، الله بيحمي صاحبها من الأمراض، بيقي من الشرور، الله سبحانه وتعالى بيعطي صاحبها مراده، لأنه الصدقة فيها تفريج كرب عن الآخرين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ليش الإسلام بحث على الصدقة؟ هلأ الناس متضايقة، الناس تعبان وضعها، بتجي أنت بتطالع هالمال وتضعه في يد فقير، أنت فرجت همه، الله سبحانه وتعالى بيفرج همك، انت قضيت حاجته الله بيقضي لك حاجتك. لذلك الصدقة مع الدعاء سريعة الإجابة أكيد، وحيكون يعني بابها مفتوح أكثر. ناخد اتصال. ألو. ألو. يا ميت أهلا وسهلا، تفضل. ألو. أهلا وسهلا، تفضل. ألو. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يا مرحبا. تفضل. الله يخليك يا رب. دكتور، أنا ابني من مواليد 2005،
هذيك السنة صام رمضان بس اضطر انه يفطر يعني 9 ايام هيك كان مقرب شوي ومرضى. يا ترى بيطلع عليه قضاء انه هيك ساعته صغير قضاء صعب عليه شوي. قديش عمره؟ قضى يومين. والله يا دكتور هو وليد 2005 اجى بايلول 2005. يعني احسبي لنا اياهم انا ما كثير شاطر بالحساب. يعني 2005 ل 2020 تقريبا 15. صار بسن رمضان صار بسن البلوغ سنة يجب قضاء. عليه الصيام يجب عليه الصيام والقضاء يجب عليه القضاء. اي نعم. ناخذ اتصال. الو الو صباح الانوار يا اهلا وسهلا. الو الو اهلا وسهلا. شيخنا بس كان بدي اسالك انه هلا انا رميت يمين طلاء على زوجتي بس كانت حامل. يعني زوجتك حامل وانت حلفت عليها طلاق، هيك السؤال بيقع ولا لا؟ ايوه بالضبط. تمام. هلا الطلاق يقع على الحامل، الطلاق يقع على المرأة الحامل، والله يصلح الحال والله يهديك على هذه الالفاظ. في سؤال ثاني؟ ايه شيخنا هلا هيك انا الطلاق بكون وقع وانا رجعت طلقت الثاني مره صار مسحوبين عليه فلسطين. شو الالفاظ اللي قلت لها اياهم؟ انت طالق بيقع. وفي طلقه ثانيه شو قلت لها فيها؟ طلقتين كانوا نفس الشيء، أول طلقة حلفت عليها حلفان إنه طالق إذا ما بتعملي هيك وكانت حامل، والطلقة الثانية إنه طلقت رسمي طالق. وفي قبل منهم طلقات هدول؟ لا. إذا هلا فيك ترجعها لعصمتك، إلا راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، وإذا بتجي مرة ثانية هاللفظة على لسانك لن تعود إليك هذه الزوجة، فانتبه. وإياك أن تقع في هذا الخطأ مرة أخرى. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.